العالم بشوف الأوركسترا هاي لما بتتجول في العالم وبتقدم روائع الموسيقى العالمية والموسيقى العربية والفلسطينية، بشوف وجه الحقيقي لفلسطين، وهو هذا هو الصحيح. في جانب جميل جدا في الشعب الفلسطيني اللي هو جانب الموسيقي وجانب الفني، واللي موجود كتير بكثرة عند الشباب الفلسطينيين، يعني ملان في مواهب، ملان في إبداع، ولكن بعض الناس بتحط له حدود بسبب الاحتلال. فمهم كتير نفرجي العالم ونفرجي كمان إحنا لإلنا إنه إحنا في عنا كتير إشي، يعني بعيدا عن الاحتلال بعيدا عن الاضطهاد، عنا جانب جميل جدا.